اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وصفات سهله وبسيطه. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل عيش فينو بالشوفان. العيش الفينو من الحاجات اللي كلنا بنحتاجها في بيوتنا، خصوصا ان احنا داخلين على مدارس. هنعمله مكونات بسيطه وسهله وسريعه. المكونات معايا هتبقى تقريبا كوبايتين من الدقيق الابيض، كوبايه شوفان مطحون، لبن باودر، سكر، بيكنج باودر، خميره. ويفضل ان انا ابقى متعوده على نوع خميره معين علشان ما تبوظليش الوصفه. هنزل المكونات كلها على بعض، الدقيق الابيض، الشوفان المطحون، لبن البودره، بيكنج باودر، رشه ملح، السكر، خميره، معلقتين زيت ذره، معلقتين كبار. هخلط كل المكونات مع بعض وانزل بالميه الدافيه بالتدريج. تقريبا الميه لاي معجنات بتخلوها قاعده، كل كوبايه دقيق بتاخد نص كوبايه ميه او اقل حاجه بسيطه على حسب نوع الدقيق بتاعنا، فدايما نحط الميه حبه حبه. انزل الميه لغايه اما العجينه تلم معايا، بس تقريبا زي ما قلنا بتبقى نص كميه الدقيق. احنا كده العجينه ادام لمت معايا، تبقى هي كده مظبوطه جدا، ولا هي لزجه قوي ولا بتبقى ناشفه قوي. بعجن العجينه دي كويس قوي عشان تديني نتيجه كويسه. لو بايدي بقعد عجنها تقريبا حوالي 12 دقيقه، لو بالعجان ممكن من 8 ل 10 دقائق. كل ما عجنتيها وخدمتيها كويس هتديكي نتيجه كويسه. بعد ما هنخلص عجن هسيبها تخمر حوالي ساعه او على حسب درجه الحراره لغايه ما يتضاعف حجمها. كده العجينه بعد ما سبتها وقت كافي ان هي تخمر ويتضاعف حجمها، هاخد العجينة دي وهقسمها. بصوا الخميرة عاملة ازاي. هندهن بس السطح يكون نظيف شوية دقيق علشان العجينة ما تلزقش، ونبتدي نقسمها لكور متساوية علشان يبقى العيش تقريبا حجمه قد بعض. خد بقى كورة كورة، ابتدي ان انا افردها كويس، وعايزاها رفيعة وهسيبها تخمر تاني. نلف بقى بنبرمها كده لجوه، والقفله دي بتبقى تحت. طبعا بنفض الدقيق الزياده وهحط العيش ده. بصوا هو صغير دلوقتي، هسيبه بقى يخمر تاني، ولازم اسيب مسافه في الصينيه بتاعتي. هساوي بس كده الزيادات سنه عشان بس يبقى الشكل فيه سيمتريه. بشيل بس الدقيق الزياده. بعد ما رصينا العيش في الصينيه هنسيبه يخمر تقريبا حوالي نص ساعه، يعني من تلت ساعه لنص ساعه على حسب درجه حراره الجو. اول ما يخمر ويتضاعف حجمه هندهن وشه وندخله الفرن. وده شكل العيش بعد ما خمر معانا تقريبا قعد 30 دقيقه. ممكن نقعده اكتر، هيخمر اكتر، بس بحد اقصى ساعه الا ربع، لان انا في تريكه تانيه بخليه يخمر تاني في الفرن. هنحتاج بيضه مخفوقه وشوفان. هدهن بقى العيش بتاعنا بشوية بيض كده، غير بس ما انزل على الورق بالراحة كله عشان يديله لون ذهبي. نرش الشوفان بقى على كل العيش، نوزعه كده. ممكن بدل الشوفان بذر الكتان، كل الحاجات دي مفيدة وهتزود قيمة غذائية للعيش. كده بعد ما دهنا العيش وحطينا الشوفان على الوش هندخله الفرن. انا بدخله فرن مش متسخن من قبل كده، هسخن الفرن والعيش جواه، والخطوة دي بتخلي العيش يخمر تاني. هدخله في درجة حرارة 160 تقريبا، هيقعد من 25 ل 30 دقيقة على حسب قوة الفرن. وكده العيش بقى جاهز معانا. يا رب تكون وصفة سهلة وبسيطة عليكم، وأهم حاجة تتبعوا خطوات التخمير هتطلعوا مخبوزات رائعة. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.